اهلا بكم، نعتذر عن الخلل الفني كان مرتبط بالمايك. عموما نتحدث بلخصكم القصه عن المجلس البلدي في جده. المجلس البلدي خلى الشغل، خلى ثقه الناس اللي انتخبوه، وتفرغ الى انه وين تجلس السيده، تجلس معنا برا، طلعها في الشارع، تسوي لها دائره تلفزيونيه. طبعا انا متاكد وانا حزين ان المشاهد اللي في الوطن العربي والعالم اذا يشاهدنا يقول هذول في اي كوكب. اللي يصير في المملكة العربية السعودية كل مجالس تجتمع أمورها طيبة وكل شيء، لكن هذه جدة اللي هي مفترض محسوبة على التنوير والثقافة والتاريخ تحولت إلى هكذا فكر. من المسؤول؟ هل نحن دعاة عري وانفتاح؟ لا، لكن دعاة وطن حقيقي يكون على مشارف الأمم المتقدمة. الأمم التي تختزل قضاياها في هذه النقاط لديها مشكلة، أو بعض أبنائها لديه مشكلة. هذا الشخص اللي انتخبوه الناس وترك ثقتهم وتفرغ إلى هذه السيدة التي ربما تكون نفس العمر ولا كبيرة في العمر، ربما هو لديه المشكلة، لأن ذهنيته تفكر في نقطة وفي زاوية محددة. كل البرلمانات في العالم، كل المجالس في العالم فيها الرجال والسيدات يقدمون عمل جيد، ولا أعتقد أن السيدة التي تذهب إلى المجلس أن لديها نوايا أخرى. يعني أكيد أن هذه سيدة مجتمع، لها أهل ولها تاريخ ولها، وليست باحثة عن رذيلة. زمان ضيعنا وقتنا في البارتيشن حق مجلس الشورى، سيدات رجال، سيدات كبار، أكاديميات، يعني وين حالنا؟ مزري الحقيقة. وفي النهاية صاروا يصوتون في المجلس ويقدمون عمل، ولا شفنا أحد ارتكب خطيئة مع أحد.